لأن الإسلام يقوم على الكذب وليس على الصدق. الله لم يستجيب لصلواتكم. تلك هي صيحات بعض من المواطنين الأمريكيين تعبر عن مخاوف من الإسلام والمسلمين، ولكنها تترجم في كثير من الأحيان إلى تحرش بالمسلمين وتوجيه إساءة بالغة تشكك في حقيقة الإسلام وتدمغه بالرياء. أما الباعث في ذلك هو أن من بين كل 10 أمريكي يتخوف شخص واحد على الأقل من الإسلام والمسلمين، كما أظهر تقرير عن الظاهرة يعده كل عامين مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية كير، والذي أوضح انخفاض الظاهرة عام 2012 إلى 5.9% بعد أن سجل نسبة مئوية عام 2010 بلغت 6.14%. لا شك أن المؤسسات الإسلامية وقيادات المؤسسات الإسلامية في الولايات المتحدة وكذلك أحلافهم سواء من مؤسسات دينية وقيادات سياسية وقفت ضد تيار الكراهية الموجهة ضد الإسلام، ونحن يعني نثمن هذا النضوج وهذه المساندة تجاه المسلمين. وكذلك المسلمين الأمريكيين بدأوا يلعبوا دورا فاعلا في فهم هذا التحدي. حسب التقرير الذي يعد ثاني من نوعه، تنامت ظاهرة التخوف من الإسلام والمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية منذ وقوع أحداث سبتمبر عام 2001، وبلغت ذروتها عام 2010 عند احتدام الجدل بشأن بناء مركز إسلامي في أحد المباني الجديدة لمركز التجارة العالمي، إضافة إلى الضجة الإعلامية التي أحدثها آنذاك اعتزام القس تيري جونز حرق نسخة من القرآن، هذا بجانب تعرض بعض المساجد للحرق وتعرض المسلمين في بعض الولايات إلى التحرش لحظة ارتيادهم المساجد، وهو تصرف يرفضه غالبية عظمى من الأمريكيين. أعتقد أنه تصرف نابع عن نقص في المعرفة وغياب في الفهم، ففي معظم الأحيان تنشأ الكراهية بسبب الانعزال. لا أعرف، ولكن في كل ديانة ستجد أشخاصا متطرفين. أنا مطمئن تجاه الإسلام في أمريكا. الإرهابيون هم الإرهابيون والمسلمون هم المسلمون، هذان نوعان مختلفان من الناس. رصد تقرير كير 37 مجموعة أمريكية تنشط في تخويف الأمريكيين عن الإسلام والمسلمين، تنفق 30 مليون دولار سنويا من جملة ميزانية بلغت 120 مليون دولار تقريبا خلال السنوات الأربعة الماضية. وأوضح التقرير أن مشرعين في 29 ولاية أمريكية قدموا خلال العامين الماضيين 78 تشريعا يستهدف المسلمين والإسلام، كما كان له تأثير كبير على الحقوق والحريات المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية. تقرير مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية أظهر انخفاضا طفيفا في ظاهرة التخوف من الإسلام، ولكن وبرغم ذلك تظهر المعلومات الجديدة حول عام 2013 أن هنالك 37 تشريعا جديدا قدم في 16 ولاية أمريكية تهدف إلى التضييق من أنشطة المسلمين. لقمان أحمد، BBC واشنطن.